والسلام على أشرف المرسلين. ونحن بصدد إعطاء إشارة انطلاق لعملية الإحصاء العام للفلاحة. هذه العملية ذات الطابع الوطني والمهمة، والتي من خلالها إسهام دائرة شلالة العذاورة على مستوى ولاية المدية، حيث تحصي دائرة شلالة العذاورة أكثر من 3000 مستثمرة فلاحية معنية بهذا الإحصاء العام، من أصل 30,000 مستثمرة فلاحية بولاية المدية. كما لا ننسى أن دائرة شلالة العذاورة هي من الدوائر الرائدة في قطاع الفلاحة، حيث كان تصريح بالمساحات البذر والحرث للسنة الموسم الماضي أكثر من 17,000 هكتار على مستوى دائرة شلالة العذاورة. وكذا الإحصاء العام، الإحصاء الخاص بالثروة الحيوانية، أحصت شلالة العذاورة أكثر من 60,000 رأس غنم، وكذلك 8,000 رأس غنم تاع الماعز، و2,000 رأس من الأبقار، وحوالي 100 رأس من الخيول. هذه العملية ذات الطابع الوطني، وهي الإحصاء العام للفلاحة، لتعطي يقين وأرقام دقيقة للدولة الجزائرية من أجل أن تبني عليها المخططات الاستشراف، وكذلك تكون على بينة من أمرها من حيث الإحصاء الفلاحي. هذا ضمان للأمن الغذائي للجزائر، وكذا مساهمة الفلاحين من خلال تحسيسهم، وكذا كل العاملين في هذا القطاع من أعوان الإحصاء ومراقبيهم وكذا الملاحظين على إنجاح هذه العملية، والتي يلاحظون من خلالها الاهتمام الكبير للدولة الجزائرية على هذه العملية، لأنها عملية ونحن ندخل في عالم العولمة والأرقام الدقيقة لبناء عليها وتصدير سياسات الدولة الرشيدة. وهذا ما أعطى شعار هذه العملية بالمعلومة الدقيقة من أجل تنمية مستدامة، كي لا تبقى على أساس ولا تفسر على أنها أضغاط أحلام. شكرا لسيد رئيس الدائرة، وأعطاكم يعني الأهداف المرجوة من هذا الإحصاء العام للفلاحة تحت شعار معلومة دقيقة وتنمية مستدامة. اليوم راح نعطوا الانطلاق تاع العمليه تاع الاحصاء على مستوى بلديه دائره شلالة العذاورة. كان هناك عمل استباقي قبل هذا اليوم، اللي هو تحضير وتقسيم البلديات الى مناطق تدخل. عندنا 3 مراقبين يشرفوا على العمليه هذه. تحت المراقبين كان 14 عون موزعين على بلديه الدائره، كل عون عنده المنطقة تاعو المخصصة ليه اللي راح يمشي لها. زودناه بقوائم الفلاحين اللي موجودين في تلك المناطق، عطينا لهم إشعارات بمرور القافلة، وإن شاء الله يعني نروحوا للميدان ونحصوا جميع الفلاحين. والإحصاء هنا ما يشملش يعني قال جهة من غير جهة، يعني يشمل كل النشاطات الفلاحية حتى ولو نشاطات صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلدية شلالة العذاورة على غرار بلدية الدائرة وفرت كل وسائل، وفرت كل الإمكانيات من نقل، من نقل هذو الناس اللي راح يكونوا إحصاء ومراقبين، وكل إمكانيات البلدية متاحة لهم إن شاء الله. شكرا. بالإضافة للتذكير فقط أن أراضي الجزائر أراضي خصبة مسقية بدماء الشهداء. هذه الأراضي بتلالها وهضابها وصحرائها أراضي خصبة، وتعطي إن شاء الله منتوج، ولذلك أدعو الجميع للانخراط من أجل إنجاح هذه العملية، وكذا تحسين الإنتاج من أجل ضمان أمن غذائي للجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وبهذه المناسبة نعطي إشارة انطلاق لهذه العملية. بالتوفيق إن شاء الله.
الهضره ولا لا لا الحين الكبطالات هذول صار ضرب بينات بصح الله غالب مال عندكم ولا ما عندكم؟ ما عنديش لا لا عليك انت انا ما عندي ما عندك صافي عندك لا خذ اعطيك الديوان ولا صافي السجده ضرب السجده هذا الطريق وطننا مع دي يا خويا ترسيتي صلعي هذا وضعه من حقوقك هاي لعبة البطوات مازال صاحبي راه وين وانا تحت بالقراص أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.